بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا. نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، متواصلين مع حضراتكم في أشواطنا المتتالية من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، حيث أعلنت انطلاقة وحضور هذا الشوط، شوطنا أيضا. وهذه الانطلاقة شوطنا 19 للإبكار، وشوط خاص بالإنتاج والمنتجين. أبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع رموز من تحضر مع البداية بشعار حمد بن محمد بن قنون الدرعي، يقدم لنا رموز. المركز الثاني والحضور من هملولة عبد الله بن حمد بن حريز الحرسوسي، والمركز الثالث القدوم والحضور في هذه اللحظات من أيقونه القادمة بشعار سالم بن خليفة بن سالم الدرعي، والمركز الرابع الحضور من علاج غريبة مغريب بن سعيد بن أحمد الكثيري، قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس الحضور في هذه اللحظات والقدوم، تحضر هنا التماس ويتقدم حامد بن فارس بن حمد الشامسي، مقدما لنا شعار. بينما المركز السادس من الجانب الأيمن الحضور في هذه اللحظات والقدوم، والتواجد من كحال عوض بن صغير بن عنود العامري، مقدما لنا كحال. المركز السابع القدوم الحضور في هذه اللحظات من الشاهينية سالم بن يحيى بن محمد بن مسلم الدرعي، يقدم لنا شعار. بينما المركز الثامن والحضور لتحضر في هذه اللحظات ثمينة بشعار أحمد بن علي بن محمد الدرعي، يقدم لنا ثمين. والمركز التاسع أحضرت في هذه اللحظات ووصلت بهذا الحضور الممتاز، بهذا الحضور الكبير، لتتقدم هنا شقر القادمة بشعار سعود بن عبيد الهاملي، قادم مع شعار. ولكن أعود إلى البداية، أعود إلى التحدي ولوحة الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير ورموز، رموز رموز أفالها الرموز يا راعي رموز حمد بن محمد بن قنون الدرعي، الدرعي الدرعي. ولكن الوصول من وصف القادمة علي بن محمد بن مسعود بن علي، من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا وصفه مع المركز الثاني المركز الثالث. القدوم في هذه اللحظات من الفائزة علي بن ناصر بن جابر الغفراني المري، بدأ في الحضور الغفراني وإبداعه، الغفراني وإنجازاته، الغفراني وبطولاته. روح يا الغفراني، روح روح للانتصار، روح مع الفائزة، الفائزة الفائزة اللو فازت اللو فازت اللو راحت للفوز والانتصار والناموس. يا الغفراني يا الغفراني يا الغفراني علي بن ناصر بن جابر الغفراني المري بهذا الشعار الكبير، بشعار الإنجازات. الغفراني راح بالانتصار، راح من عاصمة الميادين مع الفائزة وشعار الفائزة وتاريخ الفائزة وإنجازات الفائزة. سلام يا الغفراني، سلام على الفوز والانتصار. المركز الثاني شان بسعادة بشعار سعادة حمد بن محمد بن حميد الجنيبي. المركز الثالث كان حضور وتواجد أيضا الذيبة زايد بن محمد بن قران المنصوري. والمركز الرابع كان حضور وتواجد
أيضا التماس أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، والمركز الخامس كان حضور وتواجد الحذرة أحمد، المركز الخامس شقرة سعود بن عبيد الهاملي. إذا تهانينا لمالك هذا الشعار اللي هو الغفراني من قدم لنا الفائزة بهذا الأداء الكبير وبهذا العرض المميز، علي بن ناصر بن جابر الغفراني. 4:30 ثلاث أجزاء من الثانية، تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان حضور وتواجد من شان بشعار سعادة حمد بن محمد بن حميد الجنيبي. 4:32 ستة أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث كان الحضور كان حضور وتواجد أيضا الذيب زايد بن محمد بن قران المنصوري. 4:32 ثلاث أجزاء أم 9 أجزاء من الثانية، والمركز الرابع كان التواجد من التماس أحمد بن علي بن سلطان السبوسي. 4:33 خمسة أجزاء من الثانية، المركز الخامس شقرة سعود بن عبيد الهاملي من قدم لنا اشتعاره مع المركز الخامس. 4:34 وجزء واحد من الثانية، تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين.